نرجع للوراء شوي، يعني كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية؟ ونود لك كل احترام والتقدير كرأس عملك في قطاع الحكومة، ولكن كحلقة خاصة نعرف المشاهدين بحضرتك سيدي. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا من مواليد العين، محمد سالم سيف سالم النيادي. نشأت في العين في مدرسة النهيانية، والتحقت بمدرسة خالد بن الوليد، وبعدها موظف في الحكومة. فاشتغلت الحين كملت تقريبا ما 33 سنة خدمة في الحكومة. يعني ما شاء الله عليك، يعني انت خدمت وفي هذا الوطن المعطاء وقائد الوطن المعطاء. ولكن سيدي يعني نرجع للوراء شوي، يعني في هذا البرنامج دائما نستذكر يعني الباني والمؤسس طيب الله ثراه الشيخ زايد. يعني اردنا نستذكر سيدي الشيخ زايد وعن مكارم الشيخ زايد التي لا تعد ولا تحصى، ونتحدث عن بناء دولة الامارات الحديثة وانت ابن لهذا الوطن. والله يا اخوي شو اقول لك، يعني لولا الله والشيخ زايد نحن مش موجودين. لولا الله والشيخ زايد نحن مش موجودين. نحن بدينا اللي أذكره يعني على سني وأنا صغير، يعني نحن ما شفنا الخير إلا من بعد هذا الشخص، الله يرحمه ويطيب الله ثراه ويطول عمر الشيخ خليفة وإخوانه أجمعين وحكام دولة الإمارات. نحن بدون هذا الشخص ما كنا لنا يعني وجود في الكرة الأرضية كاملة. والدك سيدي لكل مثل على في انسان في حياته، أكيد. الصفات اللي اخذتها من والدك سيدي وتحدث عن المزرعه. والله هذه الصفات طال عمرك اخذتها عند جدي الله يرحمه ووالدي، وهذه المزرعه منحني اياها الشيخ زايد طيب الله ثراه في نهايه التسعينات. ودعمنا دعم غير محدود، هو اللي أسس البنية التحتية. إذا ما في أساس تحت البنيان فوق ما يمشي لين الحين اللي وصلنا. فما قصر معانا، دعمونا بكل شيء من أيام الشيخ زايد ولين الحين ولين بكرة بعدنا نحن نحصل الدعم. فأجدادي هم عاشوا وعاشوا على التمر وعلى الحليب وعلى هذا، فما كان لنا يعني حتى لما كنا يبون ياكلون سمكه وشيء يشيلون الفحم على جمال على دبي او ابو ظبي، ياخذ له شهر كامل في الطريق على الجمال عشان يرجع يجيب سمك، بعد سمك مجفف وليس طازج، مجفف. فكانت الحياه صعبه. طبعا هذه انا ما لحقت عليها، بس هاي اللي يحكون لي اياها اجدادي. يعني قال الشيخ زايد يعني من صحراء قاحلة إلى جنة. أيوة. والطيور هاجرت من أبو ظبي قالت، والآن الحمد لله رب العالمين اليوم نشاهد الزراعة ونشاهد اليوم تطور العمران أيضا والاستثمار والأمن والأمان أيضا الحمد لله رب العالمين. يعني سيد نتحدث عن قطاع الزراعة وأنت ابن لهذا القطاع، يعني كيف تنظر إلى تطور قطاع الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة سيد؟ والله قطاع الزراعة طال عمرك يعني تطور كل مرة، يعني كل مرة في تحديث بالإمكانيات الجديدة بالإرشادات الجديدة. الحين مثلا يعني قبل تعلمنا أشياء زيادة، والسبب هي اللي البلدية وما بلدية المرشدين والمهندسين اللي بيجيك اعمل هذا صح هذا غلط، فهمت علي؟ فاستفدنا نحن كثير منهم، هالناس كثير كثير يعني استفدنا منهم. كان هناك دعم حقيقي ايضا، كان دعم حقيقي ولا زال دعم الحقيقي موجود لنا الحين في الثروه الحيوانيه وفي الزراعه. استوى يعني شوي مثل التطور، فهمت علي؟ نعم. يعني اذا انا بطلب اي خدمه حق مزرعتي الله يعزك او اي الحيوان عن طريق الابلكيشن، اليوم اطلب مش مجامل، يعني بالبكره احصلهم عندي الساعه 6 الصبح. نعم. اذا كنت محتاج مثلا تطعيم حيوانات، تنظيف، اي شيء اطلبه من دائره الزراعه ما مقصرين. نعم. وعن طريق الارشاد. وهناك علاقات ايضا تربط المزارعين ايضا مع يعني هيئات الزراعيه الموجوده. اكيد. واي شيء هم دائما لهم، عندنا زياره اسبوعيه على المزرعه، يشوف اي ملاحظات يبعث لي على الواتساب او
يبعث على الابليكيشن ان في حصلنا 1 2 3 4 صلح هاي الاشياء، او يقول لي مزرعتك الحمد لله كويسه ومش محتاجه اي شيء. ففي ارشاد من عندهم لابعد الحدود يعني. وهل من مشاكل او معوقات او ملاحظات يعني تواجه هذا القطاع سيدي؟ والله ما في شيء ما في صعوبه. نعم. وما في شيء ما في عرقله فيه. صحيح، صح ولا لا؟ لكن نحن نجتهد يعني باشياء. ايوه، بس في بعض الاحيان اشياء يعني مثل في الانتاج الزراعي، مثل الانتاج الزراعي مثلا انا مزرعتي كامله شو اسمه اورجانيك، كامله المزرعه يعني ممنوع عليه الرش، ممنوع كل شيء. فانا اي شيء انتجه من المزرعه انا او غيري طبعا فيكون مكلف علي انا. ليش مكلف علي؟ لاني انا انتج شيء اورجانيك ما في اي مواد كيميكال، خالي من المواد الكيميكال، وعندي شهاده من دائره الزراعه يثبت هذه الاشياء ان هذه المزرعه كامله من بابها لين بابها الثاني كامله ما في هاي مواد. والمواد الخام اللي تستخدموها في ايضا في الزراعه كلها مواد عضويه. كلها مواد عضويه ما فيها اي بلاستيكيه. والاجهزه التكنولوجيا الموجوده عندك في الاجهزه موجوده الحمد لله، كل شيء، اجهزه التبريد، المراوح، اجهزه الرطوبه، كل شيء موجود، محطات تحليه عندنا. نعم. الحمد لله رب العالمين. فاي شيء يدخل نحن محاسبين عليه هني، اي مواد مثلا كيماويه، سموم، رش ما رش ما، فما في هاي الاشياء عندنا. وما قصرهم معانا بعد، اعطونا لباس حق العمال، الكمامات اللي هن مال الرش، يساعدونا في الادويه، في الوقايه، في اللوحات الارشاديه حق العمال. سيد، هل بالرساله او حاب توجهها في هذا المجال يعني في قطاع الزراعه، او كبطاقه نصح وارشاد يعني للاشخاص المقبلين على الزراعه في دوله الامارات؟ واكيد ما بحرث البلد العجوله زي ما يقولوا يعني. أكيد. رسالتك للشباب ايضا كيف تنصحهم سيد؟ الناس الجداد يعني؟ نعم، وانتم كتجربه ايجابيه ايضا يعني. والله انا انصح الناس الجداد ان يشوف الناس اللي قبله. نعم. ويشوف اغلاط الناس. انا ما اقول لك ما غلطت يعني، نحن اول بعطيك مثال يعني، اول ما استلمت انا المزرعه كنا نزرع على الخطه اللي تعطينا اياها دائره الزراعه، فاجبرونا ان نزرع لازم 200 نخله. فقلنا نحن اشترينا انواع عاديه من الشارع عشان بس يعني عشان اسكر ال 200 نخله. الناس اللي فكرت زرعت من اجود انواع النخل الحين قاعده هي شو تنتج منه. نحن اللي اشترينا اللي هي الانواع العاديه رميناها برا ورحنا رجعنا، يعني اللي كان مفروض اعمله قبل 10 سنوات رجعت من الصفر بعد 10 سنوات اعمله، مفروض اني اعمله قبل عشان انتج لنا الحين لا، رجعت مره ثانيه ازرع الغلطه اللي غلطتها من 10 سنوات. فانا انصح اي واحد اللي يبى يفتح مزرعه او يشتغل مزرعه يشوف جاره، يشوف الناس اللي عداله موجود في المواقع، يعني يستشير شوي وبهدوء لانه مكلف يعني، لان هذا بعدين انت ممكن تشتغل تدفع لك مبلغ وكذا، اخر شيء تحس بغلط لازم تحصل الغلط، الغلط وارد. في مثل يقول لك ما حد يتعلم الا من جيبه. صحيح. صح ولا لا؟ فالغلط وارد، لكن الغلط اني استمر على الغلط. نعم. هذا الغلط، لكني لا اصلح الغلط اللي اسويه. فانصحهم انه يشوف ما يستعجل. نعم. ويشوف الشيء الزين والشخص المناسب والشخص الناجح.
يعني واهم الانواع الزراعه اللي موجوده في الامارات، يعني ابرزها مثل ايش الزراعه الموجوده واللي يعني تتحملها الامارات؟ والله اذا اجيت مثلا النخل يتحمل كل شيء، صحيح. اما عن الفواكه، نحن الفواكه كلها في الجرين هاوس، كلها يعني مزروع في الجرين هاوس. اللي تريد تزرعه ما عدا التوت، لان التوت يحتاج حراره تحت الصفر ماينس يعني. اما باقي الزراعه اي زراعه تطلع في الجرين هاوس. نعم سيدي محمد سالم، احنا سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج. وهل من اضافه اخرى حاب تضيفها في هذا المجال سيدي في قطاع الزراعه، اضافه اخرى في هذا المجال؟ والله يا اخي يعني انا حاب انها يعني نفس، انا اتكلم عن نفسي والمزارع اللي نفس مزرعتي، يعني ان يعني الواحد الانتاج اللي ننتجه نحن يكون شوي مميز يعني في السوق. اي يعني غض النظر كيف طريقه التسويق، لكن يكون شيء مميز، لاني انا اخسر فيه، انا ازرعه تكلفته ما يرجع لي الربع من التكلفه. فليش انا كان عندي 10 جرين هاوس، الحين 8 بطلت خليت 2، لاني كل سنه ادفع واخسر فيهن اخسر فيهن، لان ما في تمييز عن هذا الشخص. يعني انت مثلا تروح كارفور او اللولو او اي مكان تحصل 4 حبات طماطم ب15 درهم، ال4 حبات ب15، وفي نوع ثاني الكيلو ب3 دراهم. صحيح. ليش هذا تميزوه ال4 حبات ب15؟ لان هذا خالي من جميع المواد السمومية والمواد المسرطنة، وما في يعني أورجانيك 100%. يعني قروب وحلول شهر رمضان المبارك، يعني شو بتوجه بطاقة معايدة للوطن وقائد الوطن سيدي؟ والله نوجه إن شاء الله رمضان طيب يكون إن شاء الله على وبخير وبسعادة على سيدي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الله يطول عمره، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يطول عمره، وولي العهد الأمين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام دولة الإمارات العربية المتحدة لهم جزير الشكر والعرفان. وهذه للناس نحن صراحة يعني الشكر فيهم مجروح، يعني لو نشكر فيهم اليوم، ولو عيالنا عيال عيالنا يشكرون فيهم، نحن ما نوفي لهم 1% بس. أكيد كل رجل عظيم وراه امرأة سيد، وأكيد متزوج حضرتك الحمد لله من الأبناء. أي نعم. دور الزوج بحياتك أكيد كان مهم جدا سيد، وأبنائك ماذا عملوا؟ أكيد لا عندي ابن يعمل يشتغل يعني، والباقيين الله يحفظك إياهم، الباقيين يعني بعدهم في الدراسة. نعم. والحمد لله رب العالمين متزوج، والحرمة يعني كانت واقفة وياي كثير في بداية حياتي يعني، وساعدتني كثير الله يطول عمرها ان شاء الله. ونحن بدون الامهات ما نسوا، هاي التوصيه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد، والشيخ زايد وكل العالم توصي على المراه.
حبت شعبها وسرها واجمل تلاحم بحرها مع برها وشيوخها اللي لسه حابت جرها في حبها من حقها نرزف نرزف لها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها الله.